السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم وهو لازم منين نتعلم نقول لا في أي موقف، كيف ما كان الحال ديالو خاصني نقول لا، لأن نعم 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 دايما كتأدي بيا المشاكل الصحية، كتأدي بيا للهاوية. لهذا خاصني نتحاور مع ذاتي ونتعلم نقول لا في أي موقف. مثلا جات عندي جارتي وطلبت مني شي حاجة، نقول لها لا، إلا كنت مكفية مرحبا، إلا ما كنتش مكفية قل لا. ماشي الإنسان كيزولها مولاده ويعطيها الآخر باش يتسمى أنه رضى الآخر، وتولي انت يا كتعذب ومريض مع راساتك كتعصب علاش عطيت داك الحاجه غير مع راساتك. اش هاد النفاق؟ لا ما نافقش راساتي، نقول لا ونواجه، نقول لا ثم لا ثم لا، ماشي على حساب صحتي، ماشي على حساب رزقي، وماشي على حساب حياتي، لان الاخر ما كيحش بيك، الاخر كيبغي يستغلك باي طريقه. لهذا خصنا نتعلموا نقولوا لا ثم لا ثم لا لبعض الفئات. ما إلا كنت مكفي وكانت مواقف إنسانية قول نعم. أنا كنقول نعم ولا، خاصنا نعرفوا فوقاش نقولوا نعم وفوقاش نقولوا لا. أن الأغلبية ديالنا دايما نعم نعم نعم، حتى كيلقى راساتو مدير حتى شي حاجة، خسر رزقو غير بالمظاهر الخداعة، كيبين راساتو أنه ديما كيعطي، أنه هو في الداخل ديالو راه كيتحرق، أنه ما عندوش. علاش نافق راساتي؟ علاش نافق راساتي؟ ما يمكنش نبقى في هذا الوضع، هذا خاصني نوقف في حوار ذاتي ونقول أش كندير؟ هذا راه نفاق، خاصني نبدل راساتي إلى التغيير، خاصني نواجه ونقول لا. انا هاد المساله كضرني انني باش نعطي رزق ولادي، ما يمكنش انني نعطي ولادي ونخلي ولادي بلاش، عندي داك الشيء حدو قدو، عندك الكافي اعطي اعتبرها صدقه، ولكني ما عندكش الكافي وكتزولها مراساتك وتعطيها للاخر وتقول باش تبان قدام الجيران، لا لا خاصني نقول لا ثم لا ثم لا ونواجه. ما هادشي ما فيش الحياه، اللي حشم في اللي ضرو الشيطان غرو كما كيقول المثل. لهذا ما نضرش راساتي ونخلي الاخرين على خاطرهم، ما نضرش راساتي ونخلي الاخر يحركني كيف ما بغى هو باستغلال ديالو يستغلني. لا لا راه كتجعلك مرتاح، لا راه كتجعلك معفي في الجسد ديالك. ما نعم 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 ديما راه كتمرضك، كتقول نعم وكترضي الخواطر وكتلبي الطلبات الاخرين، ولكن انت كتمرض مع راساتك، كتبقى كتحارب في صراع مع النفس ديالك. لهذا ارضاء الناس غايه ولا تدرك، لهذا خصني نرضي نفسي، خصني نقول لا ثم لا ثم لا لارضاء نفسي اولا وقبل كل شيء، باش ما نطيحش عرضه للمرض، باش ما نطيحش عرضه للضياع مع نفسي. كنبقى ضائعة دايما نعم 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 نعم، لا فيقوا قولوا لا. حاجة ما راضيانيش ماشي على حساب صحتي، قول لا، ماشي على حساب نفسي، ماشي على حساب رزقي، نتعلم نقول لا براسي مرفوع، نقول لا راه ماشي عيب، اللي بغاني هكا مرحبا، اللي ما بغانيش الباب وسع من كتافه. راه ملي كتقولي لا دايما كتقولي لا، راه بالعكس الناس اللي واعيين وعندهم نسبة الإدراك والوعي راه كيحترموك، والناس اللي ما عندهمش نسبة الوعي والإدراك راه كيبعدوا عليك، لأن ما فيكش الحصة، ما بقى فيك ما يدار، ما بقيتيش بقرة حلوب، كيبعدوا عليك. أما الإنسان الواعي، الإنسان اللي مدرك أنك تقول لا، هاد السيد هذا راه عارف راساتو شنو كيدير، أن هاد السيد هذا راه عارف راساتو أن رزقو ما يعطيش للآخر ولا ما عندوش، يقدر لك الظروف. اما الانسان المستغل راه ما يقدر لكش الظروف مهما قلتي نعم او لا. لهذا نقول لا، ما نخليهاش على حسابي وعلى حساب ولادي وعلى حساب صحتي وعلى حساب رزقي وعلى حساب الحياه ديالي. ما نبقاش متبعه المظاهر الخداعه ونعطي للاخر ونبين راساتي انني كنعطي، ودائما نعم 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 نعم، نعم لارضاء الغير. راه كتولي ملك الاخر،
انا دائما دائما خاصو يستغلك. دائما ملي كتقولي نعم نعم كيقول هذا غير بيدق في يديا، نحركو في يديا كما بغيت كما حبيت. لهذا خاصنا نحاولوا ما امكن نخرجوا من هذه المأساة هذه ومن هذه المعاناة هذه. اللي طلب لنا شي حاجة ماشي في استطاعتي نقول لا، نواجه يلا نمشيو لشي بلاصة وانا ما راضياش على داك البلاصة، لا ثم لا، انا عندي الشغال، انا عندي انسان يجاوب بلطافة، ماشي يجاوب بانك تستغلني ولا كدير شي حاجة ولا. لهذا نتعرفوا على نفوسنا ونعرفوا الاخر شنو باغي منينا، ولازمنا نتعلموا نقولوا لا ثم لا ثم لا. تحياتي بلا ضفاف، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.